بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طلاب الفرقة الأولى، معكم دكتور راضي السيد. أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا جميعا بخير، وأن يحفظنا جميعا ومصرنا الحبيبة من شر هذا الوباء، وأن يرفع عنا هذا البلاء. النهاردة إن شاء الله هنستأنف مع بعضنا محاضرات خاصة بمبادئ الاقتصاد الكلي. والنهاردة موضوعنا هنتناول 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى خاصة بدالة الاستهلاك في الأجل الطويل. دالة الاستهلاك كنا تناولنا فيما سبق دالة الاستهلاك في الأجل القصير وعرفناها شكلها عامل إزاي، هي ودالة الادخار. النهاردة هنركز على نقطة أساسية متعلقة بدالة الاستهلاك في الأجل الطويل. ثم تاني نقطة هنبتدي نتناول أسئلة عامة عن هذا الفصل اللي هو الفصل الرابع اللي احنا تناولناه تفصيلا. هنتناول بعض النقاط أو بعض التطبيقات أو بعض الأسئلة الخاصة بهذا الفصل. ثم أخيرا هنبتدي نتناول بشكل تفصيلي محددات الاستهلاك بخلاف الدخل اللي احنا تناولناه قبل كده. طيب، أول حاجة، أول نقطة هنبتدي نتناولها دالة الاستهلاك في الأجل الطويل أو دالة الاستهلاك في الفترة الطويلة. السؤال اللي بيبتدي يتبادر الى ذهنكم دلوقتي ان هو هل في فرق ما بين دالة الاستهلاك في الاجل القصير ودالة الاستهلاك في الاجل الطويل؟ ده بقى يجي دور في الحالة دي، يجي دور الدراسات التطبيقية. بدأت تظهر لي بعض الدراسات التطبيقية اللي بدأت تحاول تثبت مدى صحة دالة الاستهلاك الكنزية اللي احنا اخدناها قبل كده، اللي احنا قلنا عليها ان الاستهلاك الجاري ما هو الا عبارة عن دالة في مستوى الدخل المطلق، او بمعنى اخر مستوى الدخل الجاري الممكن التصرف فيه. وبناء على ذلك بدأت الدراسات تبتدي تجمع لي بيانات خاصة بطرفين أساسيين، جانب خاص بالاستهلاك الكلي وجانب آخر خاص بالدخل الكلي. وبدأت هذه الدراسات تحاول إثبات مدى صحة دالة أو النظرية الكنزية في الاستهلاك في هذه الحالة. ولكن الدراسات دي في هذه الحلقة بدأت إن هي لم تثبت صحة النظرية الكنزية في الأجل الطويل، ووجد إن دالة الاستهلاك في الأجل الطويل بتبقى دالة تناسبية. يعني إيه دالة تناسبية؟ يعني معناها عبارة عن دالة الاستهلاك أصبح عبارة عن زي ما احنا خدنا قبل كده في الأجل القصير، إن دالة الاستهلاك كانت مكونة من جزئين أساسيين، جزء ثابت اسمه الحد الأدنى أو اسمه حد الكفاف، بالإضافة إلى جزء آخر بيتغير بتغير الدخل اللي هو عبارة عن حاصل ضرب إيه؟ الميل لحد الاستهلاك مضروب في الدخل المتاح الممكن التصرف فيه. الدراسات العملية أو الدراسات التطبيقية لما بدأت تطبق مدى صحة هذه النظرية في على المدى الطويل، وجدت إن دالة الاستهلاك ما فيهاش هذا الجزء الثابت. يعني ما فيهاش الجزء الثابت، يعني أصبح الاستهلاك اللي هو عبارة عن سين هو أي نعم ما زال اللي هو دالة في مستوى الدخل، ولكن أصبح في هذه الحالة ما فيهوش الجزء ألف. إحنا كنا قايلين قبل كده إن دالة الاستهلاك كانت عبارة عن جزئين، سين بتساوي ألف زائد ب لام او ب ي. في هذه الحاله وجد ان في الاجل الطويل ان داله الاستهلاك بتاعتي في هذا الوضع ما هي الا عباره عن س بتساوي ب لام في هذا الوضع، بحيث ان انا ما عنديش الالف، ما عنديش الحد الكفاف، وبالتالي في هذه الحاله يعني معناها ايه؟ يعني اصبحت دي معناها ان ايه داله الاستهلاك بتاعتي زي ما احنا شايفين في صفحه 80 في الكتاب موجود معايا، ان انا في هذه الحاله اصبحت داله الاستهلاك بتاعتي عباره عن س بتساوي ب لام، حيث ان ب ده عباره عن ايه؟ نفس التعريف بتاعي قبل كده كان بيمثل الميل الحد للاستهلاك اللي هو بيقيس لي نسبه التغير في الاستهلاك الى التغير في الدخل، ولام عباره عن مستوى الدخل المتاح الممكن التصرف فيه في هذه الحاله. وبالتالي دي معناها ايه؟ السؤال هنا لما يكون مستوى الدخل بتاعك بصفر استنادا الى هذه الداله، مستوى الاستهلاك الكلي في هذه الحاله هيكون بيساوي كام؟ هتقولي في هذا الوضع صفر. لكن احنا لما كنا اخذنا قبل كده في داله الاستهلاك في الاجل القصير وفقا للتحليل الكنزي، قلنا لا خلي بالي ان انا داله الاستهلاك كانت في الاجل القصير زي ما احنا شايفين كانت في بدايه الفصل الرابع في الحاله دي، ان انا كنت باجي بقول ان داله الاستهلاك في الاجل القصير كانت لا تبدا من نقطه الاصل، ولكن كان بتبدأ من مستوى موجب زي ما احنا شايفين قدامنا في الحالة دي، كان مستوى موجب اسمه ألف اللي هو عبارة عن حد الكفاف، وكلما زاد الاستهلاك زاد الدخل زاد الايه؟ زاد الاستهلاك، وبالتالي في هذه الحاله داله ذات تميل لموجب في هذا الوضع. بيبتدي في الاول دي كان سلوك داله الاستهلاك في الايه؟ في الاجل الايه؟ القصير في هذه الحاله، ولكن اصبح في الاجل الطويل اصبح الوضع مختلف تماما، اصبحت داله الاستهلاك يتقال عليها داله تناسبيه او داله نسبيه. يعني ايه داله تناسبيه؟ يعني اصبح في هذه الحاله ليس هناك الثابت، مفيش الالف، وبناء على ذلك يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان داله الاستهلاك تبدا من نقطه الاصل في هذه الحاله. وبالتالي في هذا الوضع وجدوا بدات الدراسات تهتم بدراسه ما هو مقدار الميل لحد الاستهلاك في الاجل الطويل، وجد ان هو في هذا الوضع بيبقى متراوح ما بين 8 من 10 ل 9 من 10. وبالتالي في هذه الحاله يعني معناها ايه؟ يعني معناها داله الاستهلاك في الاجل الطويل سوف تكون عباره عن س بتساوي 9 من 10 اللام في هذه الحاله، 9 من 10 لام، واذا ده شكل داله الاستهلاك في الاجل الطويل في هذا الوقت. طيب، اذا جينا شفنا مع بعضينا ما زال
بحافظ على الخصائص الأساسية اللي خاصة بالعلاقة ما بين الميل الحادي للاستهلاك والميل الحادي للادخار. قلنا الميل الحادي للاستهلاك والميل الحادي للادخار كلاهما موجب محصور بين الصفر والواحد، وبالتالي في هذه الحالة إذا كانت الدراسات أثبتت أن الميل الحادي للاستهلاك يساوي 9/10، وبالتالي في هذا فإن ذلك يعني أن الميل الحادي للادخار في الأجل الطويل هيبقى عبارة عن 1 ناقص 9/10، يعني معناه 1/10، يعني دالة الادخار في الأجل الطويل سوف تكون دالة تناسبية أيضا، يعني معناها في هذه الحالة لا تبدأ من مستوى سالب، لأن كنت بقول لا في دالة الاستهلاك الأول خالص لما كان عندي موجب ألف، إذا رجعنا كنت بشوف موجب ألف استهلاك سالب ألف ادخار في هذه الحالة، ما أصبحش إن ما ولا في عندي ألف خالص، وشيء طبيعي مش هبقى عندي سالب ألف، وبالتالي إذا كانت دالة الاستهلاك بتاعتي هتبدأ من نقطة الأصل بتاعتي في هذه الحالة وصاعدة كده، يبقى إذا دالة الادخار برضه هتبدأ من نقطة الأصل في هذه الوضع، وبناء على ذلك يبقى إذا دي معناها إن أنا عندي دالة الادخار سوف تكون عبارة عن 1 ناقص ب لام في هذا الوضع، وبالتالي في هذه الحالة تبقى عبارة عن 1 ناقص 9/10، يعني معنى أصبحت تساوي 1/10. يبقى إذن دالة الاستهلاك في هذا الوضع دالة تناسبية تبدأ من نقطة الأصل سوف تكون مساوية، إذا فرض إن الميل الحادي للاستهلاك ب9/10 بناء على الدراسات التطبيقية سوف تكون مساوية س بتساوي 9/10 لام. دالة الادخار في هذه الحالة سوف تكون عبارة عن تبدأ من نقطة الأصل ولا تبدأ من مستوى سالب، وبناء على ذلك سوف تكون مساوية دالة الادخار خ بتساوي 1/10 لام في هذه الحالة. وبناء على ذلك طيب احنا اتفقنا قبل كده، قلت لك ان انا زي ما خدنا قبل كده ان انا كنت باجي بقول في الاجل القصير لما رجعت للجدول اللي احنا كنا اخدينه قبل كده، كنت باجي بقول اهو ان انا كنت باجي بقول زي ما كوننا جدول قبل كده وعرفنا الجدول ده جه ازاي، ابتديت ان انا اشوف ما هي طبيعة العلاقة ما بين الميل الحادي للاستهلاك والميل المتوسط للاستهلاك والميل المتوسط للادخار والميل الحادي للادخار في هذه الحالة. احنا قلنا في هذه الحالة ان مجموع الميل الحادي للاستهلاك دائما وابدا بيكون ثابت، لان بيعبر عن ميل خط مستقيم اللي هو خط دالة الاستهلاك، وبالتالي في هذه الحالة طالما بخط مستقيم دالة خطية يبقى اذا شيء طبيعي لازم يكون ميلها ثابت، ولذلك دائما وابدا الميل الحادي للاستهلاك كان ثابت. نفس النظام في هذه الحالة كان الميل الحادي للادخار باعتبار ان دالة الادخار عبارة عن دالة خطية يبقى اذا لازم يكون ميلها ثابت، وبناء على ذلك اللي هو بيعبر عن الميل الحادي للاستهلاك كان الميل الحادي للاستهلاك الادخار في هذه الحالة يبقى عبر عن مقدار ثابت يساوي 1 ناقص 8/10 يدينا 2/10. طيب تلاحظوا حاجة أساسية في هذه الحالة، ان انا عندي في اختلاف ما بين الميل المتوسط للاستهلاك، بص الميل المتوسط للاستهلاك واختلاف ما بينها وما بين الميل المتوسط والميل الحادي لليه للاستهلاك. طالما بتكلم على الاجل القصير كان في اختلاف ما بين الميل المتوسط للادخار والميل الحادي للادخار في هذه الحاله كان في اختلاف، لكن في الاجل الطويل الوضع مختلف. الوضع مختلف ازاي؟ في هذه الحاله اصبح داله الاستهلاك داله تناسبيه. يعني ايه معناها داله تناسبيه؟ يعني معناها بتبدا من نقطه الاصل، يعني معناها في هذه الحاله سوف يكون الميل الحادي للاستهلاك يساوي الميل الحادي للادخار للاستهلاك، الميل المتوسط للاستهلاك سوف يكون مساويا للميل الحادي للاستهلاك في هذه الحاله. وبالتالي في هذا الوضع اذا جينا شفنا مع بعض اهو ان انا عندي داله الاستهلاك سوف تكون اهو داله الاستهلاك موجوده قدامي، ده الخط 45 بتاعي في هذه الحاله اللي هو عباره عن خط افتراضي بيعبر عن الدخل. المحاور بتاعتي في هذا الوضع ببتدي ان انا اقيس عليها ايه؟ محور افق بقيس عليها الدخل، المحور الرأسي في هذه الحاله بقيس عليها المتغيرين الاخرين اللي انا بعبر عنهم اللي هم الاستهلاك والادخار، وبناء على ذلك ده خط 45 درجه اللي هو خط الدخل. يبقى اذا داله الاستهلاك بتاعتي في الاجل الطويل ما تبداش من مستوى موجب عند مستوى الصفر، ولكن اصبحت بتبدا من نقطه الاصل، الخط المتقطع اللي قريب ولكن تحت داله الدخل في هذه الحاله اسمه داله الاستهلاك في الايه؟ في الاجل طويله الايه؟ الاجل او في الاجل الطويل في هذه الحاله. شيء طبيعي ان انا لغايه دلوقتي عند كل مستوى من الدخل ده الاستهلاك، الباقي ده هيبقى بيعبر المسافه اللي ما بين خط 45 وداله الاستهلاك، المسافه اللي في النص الموجوده هنا دي اللي موجوده عندي هنا في هذه الحاله يبقى دي كانت بتعبر عن مين؟ بتعبر عن مستوى الايه؟ مستوى داله الايه؟ الاستهلاك في هذه الحاله او مستوى الاستهلاك في هذا الوقت. طيب يبقى اذا الجزء الفراغ اللي موجود في النص عندي بيعبر عن مستوى الادخار في هذه الحاله، وبالتالي لما تكون داله الادخار موجوده عندي اهو دي داله الادخار بتبدا عند مستوى الدخل صفر، بتبدا من مستوى موجب في هذه الحاله، مستوى سالب صفر اسف. يبقى اذا داله الادخار في دي هتبقى داله الادخار في الاجل الطويل، دي داله الادخار بتاعتي. يبقى اذا داله الادخار في الاجل الطويل، داله الادخار في الاجل الطويل بتبدا من نقطه الاصل في هذه الحالة، وبالتالي في هذه الحالة نظرا لأن أنا عندي ما عنديش المقدار الثابت في هذا الوضع.
بناء على ذلك ببتدي ان انا ارجع ان انا عندي الميل الحادي الاستهلاك يكون مساويا للميل المتوسط الاستهلاك، وكلاهما بناء على البيانات الموجوده عندي في هذه الحاله سوف يكون مساويا ل 9 من 10. الميل الحدي للادخار سوف يكون مساويا للميل المتوسط للادخار، وكلاهما يساوي 1 من 10 في هذه الحاله. اذا ده الفرق الاساسي ما بين داله الاستهلاك في الاجل الطويل وداله الاستهلاك في الاجل القصير. داله الاستهلاك في الاجل القصير اهي الجدول بيقول لي اهو، خلي بالي ان انا مفيش تساوي ما بين الميل المتوسط للاستهلاك والميل الحدي للاستهلاك، مفيش تساوي ما بين الميل المتوسط للادخار والميل الحادي للادخار. اهو شوف العمود دوت في اختلاف، هنا الميل الحادي ثابت للادخار 2 من 10، لكن الميل المتوسط كل ما ده ما بيختلف في هذه الحاله. الميل المتوسط في هذا الوضع 1.8 من 10، 1.3 من 10، 1.13 من 100، 1.5 من 100، لكن هنا في هذه الحاله كان الميل الحادي للاستهلاك ثابت وبيختلف عن الايه؟ عن الميل المتوسط للاستهلاك في هذه الحاله. وبناء على ذلك يبقى اذا في هذه الحاله ان انا برجع تاني لطبيعه العلاقه ما بين الدخل والادخار والاستهلاك في هذه الحاله، يبقى اذا دي داله الاستهلاك في الاجل الطويل، داله نسبيه تبدا من نقطه الاصل، داله الادخار في الاجل الطويل، داله نسبيه في هذه الحاله تبدا برضو من نقطه الاصل في هذه الحاله، وبناء على ذلك ببتدي ان انا اشوف يبقى اذا عندي الميل المتوسط للاستهلاك يكون مساويا للميل الحادي للاستهلاك. الميل الحادي للادخار يكون مساويا للميل المتوسط للادخار في هذه الحالة. كلاهما يبدأ من نقطة الأصل في هذه الحالة. كلاهما تحت خط الدخل في هذه الحالة اللي هو الخط الافتراضي بتاعي اللي هو خط 45 درجة في هذه الحالة. إذن دي أهم ما أثبتته الدراسات التطبيقية. الدراسات التطبيقية حاولت تثبت مدى صحة النظرية الكنزية، وهل زي ما بتنطبق في الأجل القصير بتنطبق في الأجل الطويل؟ قالت لا، ان داله الاستهلاك في الاجل الطويل داله تناسبيه. يعني ايه داله تناسبيه؟ يعني داله بتبدا من نقطه الاصل. يعني ايه؟ يعني داله في هذه الحاله في تساوي ما بين الميل الحادي للاستهلاك مع الميل الحادي للادخار. الميل الحادي للاستهلاك مع الميل المتوسط للاستهلاك. في داله الادخار نفس الشيء، داله تناسبيه. يعني ايه داله تناسبيه؟ يعني الميل الحادي للادخار يكون مساويا للميل المتوسط للادخار في هذه الحاله. اذا ده فيما يتعلق بشكل داله الاستهلاك او خصائصها في هذه الحاله. ده كل ما انا عاوز اقوله بالنسبه لداله الاستهلاك في الاجل الطويل. يبقى اذا في هذه الحاله، يبقى اذا حضرتك في الفصل دوت غطينا تغطيه كامله، عرفنا النظريه الاساسيه اللي قايم عليها تحليل داله الاستهلاك في الاجل القصير كإحدى مكونات دالة الطلب الكلي في هذه الحالة، وبالتالي اللي هي النظرية الأساسية اللي هي النظرية الكنزية في الدخل المطلق في هذه الحالة، اللي قالت لي أن الاستهلاك ما هو إلا عبارة عن دالة فيه مستوى الدخل الجاري أو الدخل المطلق أو الدخل الجاري الممكن التصرف فيه في هذه الحالة. وعرفنا شكل دالة الاستهلاك في الأجل القصير اللي هي عبارة عن س بتساوي في الأجل القصير عبارة عن س بتساوي أ زائد ب لام. قلنا ا عباره عن الحد الادنى من الاستهلاك اللازم لاستمرار معيشه الفرد، ب عباره عن الميل الحادي للاستهلاك، خصائصه في هذه الحاله كان محصور ما بين الصفر والواحد في هذه الحاله، يعني معناه يساوي رقم موجب محصور ما بين الصفر والواحد، ولام مستوى الدخل في هذه الحاله. وبالتالي حتى عند مستوى الدخل صفر في الاجل القصير يكون هناك مستوى موجب من الاستهلاك اسمه ايه؟ ا في هذه الحاله اللي هو بيعبر عن حد الايه؟ الكفاف. نفس الشيء لما اجي اترجم الكلام دوت الى داله الادخار في هذه الحاله في الاجل القصير، يبقى اذا في هذه الحاله بشتقها من الصوره العامه لداله الاستهلاك اللي احنا كانت عباره عن س بتساوي ا زائد ب لام. وبالتالي في هذه الحاله الترجمه بتاعتي يبقى اذا الادخار يساوي موجب ا سالب ا عندي فوق زائد ب لام، يبقى اذا في هذه الحاله يبقى اذا زائد 1 ناقص ب، يعني معناها الميل الحادي للادخار مضروب في مستوى الدخل اللي هو عباره عن لام في هذه الحاله. وبالتالي موجب ا في داله الاستهلاك سالب ا في الايه؟ في الاستهلاك في الادخار في هذه الحاله. عند النقطه اللي بيتساوى فيها الاستهلاك مع الدخل، يعني معناها ادخاري بصفر، يعني معناها في هذه الحاله داله الادخار عندها تكون بتساوي صفر. او نقطتين على داله الاستهلاك بوصلهم ببعض، احصل على داله خطيه اسمها داله الاستهلاك في الاجل القصير، ونقطتين على داله الادخار في هذه الحاله نقطه اسمها سالب ا مع نقطه بيساوي الادخار عندها صفر عندما يتساوى الاستهلاك مع الدخل في هذه الحاله يكون عندها الادخار مساوي للصفر. يبقى نقطه ثانيه بوصل النقطتين دولت مع بعض احصل على ما يعرف بداله الادخار في الاجل اللي هي القصير. الاجل الطويل الوضع مختلف تماما، الدالتين داله الاستهلاك داله الادخار كلاهما تبدا من نقطه الصفر، كلاهما تحت خط الدخل بتاع الخط الافتراضي بتاع خط 45، كلاهما داله تناسبيه. اذا كان عندي س بتساوي
حاصل ضرب الميل لحد الاستهلاك في مستوى الدخل، يبقى اذا عندي داله الادخار هتساوي عباره عن ايه؟ يبقى خ بتساوي 1 ناقص ب، يعني معناها الميل حاصل ضرب الميل لحد الادخار مضروب في مستوى الدخل في هذه الحاله. مع مراعاه حاجه اساسيه في هذا الوضع، ان الميل لحد الاستهلاك يكون مساويا للميل المتوسط الاستهلاك في الاجل الطويل. في الاجل الطويل يكون الميل لحد الادخار مساويا للميل المتوسط للادخار في هذه الحاله، وده فيما يتعلق بالجزء الاول او النقطه الاولى اللي احنا جايبين نكون عارفينها النهارده اللي هي داله الاستهلاك في الفتره الطويله في هذه الحاله. طيب زي ما احنا شايفين في الجدول بتاعي الموجود قدامي، عندي مستوى الدخل وانا بشتغل قبل كده، خلي بالي لما كنت ببتدي ان انا اشتق داله الاستهلاك في الاجل الطويل، بص حتى عند مستوى الدخل صفر، ده كان الجدول موجود قدامي في الاجل القصير، عند مستوى الدخل صفر كان في مستوى موجب من الاستهلاك كان اسمه 100، اللي هي كانت بيساوي 100، اللي هي كانت الف اللي كنت بطلق عليها الف، انا بتكلم على داله الاستهلاك في الاجل القصير. لكن في الاجل الطويل ما فيش، اصبح في هذه الحاله لا الوضع مختلف. بص بقى في الاجل الطويل، بص في الاجل الطويل اصبح ان انا عند مستوى الدخل صفر ما فيش حاجه اسمها الاستهلاك يساوي 100، اصبح الدخل في الاستهلاك يساوي صفر في هذه الحاله، وشيء طبيعي طالما الدخل يساوي صفر يبقى الادخار يساوي صفر. لما بدا يزيد الدخل في هذه الحاله اصبح ان انا ببتدي اوزع الدخل على وجهين للتصرف، في هذه الحاله الدخل بيساوي استهلاك زائد ادخار، وبناء على ذلك بيروح الدخل اذا كان بتاعي 100 وديت جزء منه 90 وحده نقديه في هذه الحاله الاستهلاك، يبقى اذا الباقي بيروح لمين؟ بيروح للادخار في هذه الحاله. 200 يبقى 180 استهلاك، يبقى اذا الباقي 20 يروح للادخار. 300 270 راحوا للاستهلاك، يبقى اذا فاضل معايا 30 يروح للايه؟ للادخار في هذه الحاله. يبقى اذا دي اعطتني معالم داله الاستهلاك، يبقى اذا الاحظ ان كلاهما يبدا من نقطه الاصل. عند مستوى الدخل صفر، استهلاك صفر، ادخار صفر. لما بيزيد الدخل بيزيد الايه؟ الاستهلاك، لما بيزيد الدخل بيزيد الايه؟ الادخار في هذه الحاله. تلاحظوا حاجه اساسيه بعد كده، بحسب ما يعرف حاجه اسمها الميل المتوسط للاستهلاك والميل المتوسط للادخار، ميم ميم سين وميم سين خ. تعالوا شوفوا ميم ميم سين دي كانت عباره عن ايه؟ الميل المتوسط للاستهلاك عباره عن نسبه الاستهلاك الى الدخل في هذه الحاله. يعني معناها هيبقى عباره عن كام؟ هنا الدخل بتاعي صفر صفر كميه غير معرفه، بعد كده الاستهلاك بتاعي لما الدخل اصبح 100 اصبح الاستهلاك 90، يعني معناه في هذه الحاله الاستهلاك الميل المتوسط الاستهلاك هيبقى عباره عن كام؟ 90 على 100 اداني 9 من 10. لما الدخل بتاعي اصبح 200 استهلاك بكام؟ ب 200 180، يبقى اذا 180 على 200 اداني 9 من 10. لما الدخل بتاعي زاد اصبح 300، الاستهلاك بتاعي كام؟ اصبح 270، يبقى 270 على 300 اصبح كام؟ 9 من 10. نفس النظام بالنسبه لي في هذه الحاله، الميل المتوسط للادخار، الميل المتوسط للادخار عباره عن نسبه الادخار الى الدخل، مش تغيرات، قيم مطلقه. وبالتالي في هذه الحالة 10 على 100 1 من 10. 2 20 على 200 20 على 200 ب 1 من 10. 30 على 300 ب 1 من 10. إذا في هذه الحالة ألاحظ إن الميل المتوسط الاستهلاك، ميل متوسط الادخار ثابت، الميل المتوسط الاستهلاك 9 من 10 9 من 10 9 من 10. الميل المتوسط الادخار ثابت 1 من 10 1 من 10 1 من 10. عكس ما كنا أخدينه قبل كده في الأجل القصير، بصوا كان بيحصل له إيه؟ كان بينقص الميل المتوسط الاستهلاك، والميل المتوسط للادخار في هذه الحاله هو اللي بيزيد في هذه الحاله. اذا دي عكس اللي هنا، لا هنا ما كانش ثابت في الاجل القصير، كان ايه؟ كان بيتغير وبيتناقص الميل المتوسط للاستهلاك مقابل زياده الميل المتوسط للادخار في هذه الحاله. طيب تعالوا شوفوا قصه الميل لحد الاستهلاك في هذه الحاله استنادا الى البيانات الموجوده قدامي. ميل لحد الاستهلاك عباره عن نسبه او مقدار التغير في الاستهلاك الى التغير في الدخل. في هذه الحاله الدخل اتغير من 0 ل 100، يعني اتغير بمقدار 100. الاستهلاك تغير من كام لكام؟ من 0 ل 90، يعني معناه اتغير بمقدار 90، يبقى اذا في هذه الحاله يبقى 90 التغير في الاستهلاك على التغير في الدخل في هذه الحاله اداني 9 من 10. بعد كده اتغير الدخل من كام لكام؟ من 100 ل 200، يعني اتغير بمقدار كام؟ 100. تغير الاستهلاك من كام؟ من 90 ل 180، يعني اتغير بمقدار 90، يبقى 90 على 100، يعني معناه 9 من 10. بعد كده من 180 ل 270، يعني اتغير بمقدار 90 على 100 في هذه الحاله اداني 9 من 10، يبقى اذا نلاحظ دايما وابدا ان الميل لحد الاستهلاك ثابت، ولكن طلع مساوي لمين؟ في الاجل الطويل طلع مساوي للميل المتوسط الاستهلاك. بص الميل المتوسط الاستهلاك اهو، والميل الايه؟ الحد الاستهلاك اهو، زي ما احنا قلنا من شويه في هذه الحاله ان داله الاستهلاك في الاجل الطويل داله تناسبيه. يعني ايه داله تناسبيه؟ يعني معناها الميل المتوسط لها اللي هو الاستهلاك يكون مساويا للميل الحدي لها اللي هو الميل الحدي اللي هي الاستهلاك في هذه الحاله. نفس النظام بالنسبه لي الميل الحدي للادخار.
من الحد الادخار عباره عن مكمل للواحد، يبقى اذا عباره عن 1 ناقص 9 من 10 اديني 1 من 10، 1 ناقص 9 من 10 ثابت ويساوي في نفس الوقت الميل الايه؟ المتوسط الادخاري. اذا ده اللي اثبتنا في هذه الحاله شكل داله الاستهلاك في الاجل الطويل، شكل داله الادخار في الاجل الطويل في هذه الحاله، وطبيعه العلاقه بينهما اننا بيانيا وجبريا في هذه الحاله من خلال البيانات الموجوده قدامي في الجدول دوت في هذا الوتر. ده كل اللي نعوزه في هذا الجزء. في هذه الحاله نبتدي نتناول مع بعضينا بعض الاسئله عن هذا الفصل. طيب الاسئله موجوده عندي في صفحه 83 زي ما تشوفوا مع بعضينا، اسئله الاختيار المتعدد. خلي بالك في الاختيار المتعدد قد يكون عندي عبارة صحيحة ولكن في عندي عبارة أصح، وبناء على ذلك أنا تركيزي كله لازم أقرأ مجموعة العبارات الموجودة قدامي أو مجموعة الاختيارات اللي أنا بختار ما بينها في هذه الحالة، وبختار أصح عبارة، العبارة اللي بتحقق لي كل المتطلبات الموجودة في السؤال بتاعي في هذه الحالة. بيقول لي السؤال رقم 1 اختار الإجابة الصحيحة مما يلي: إذا كانت دالة الاستهلاك خطية وتأخذ الصيغة التالية، بيقول لي س بتساوي 50 زائد 7 من 10 ياء. سيبك من اللي جاي، السؤال هنا ليكم: هل دي داله شكل الداله الموجوده قدامي داله الاستهلاك في الاجل الطويل ام الاجل القصير؟ اول ما تبص حضرتك عليها على طول هتقول لي شيء طبيعي لازم تكون داله الاستهلاك في الاجل القصير. عرفت منين؟ لان في هذه الحاله عندي مقدار ثابت عباره عن 50 اللي هو كنا بنقول عليه الف، اللي هو بيقول لي عندما يكون حتى لو دخلي صفر عندي مستوى موجب من الاستهلاك في هذه الحالة، وإذا بتكلم على دالة الاستهلاك في الأجل القصير عبارة عن مكونين أساسيين، جزء عبارة عن ألف زائد ب هي اللي هي عبارة عن إيه؟ 7 من 10 إيه في هذه الحالة. تعال نشوف بقى السؤال بتاعي: إذا كانت دالة الاستهلاك خطية وتأخذ الصيغة التالية س بتساوي 50 زائد 7 من 10 إيه، فإن ذلك يشير إلى الميل الحادي للاستهلاك ثابت يساوي 7 من 10 ب الميل الحد الادنى من الاستهلاك عندما ينخفض الدخل الى الصفر ما بين قوسين اللي هو عباره عن حد الكفاف يساوي 50. لغايه دلوقتي العباره ا صح وباء تعتبر صح. ج بيقول لي ايه؟ الميل الحد الادخار ثابت ويساوي 3 من 10، ما شيء طبيعي اذا كان عندي الميل الحد الاستهلاك 7 من 10 يبقى اذا المكمل بتاع الواحد 3 من 10، يبقى اذا في هذه الحاله لازم يكون الميل الحد الادخار يساوي 3 من 10. د بيقول لي يتناقص الميل المتوسط للاستهلاك مع زيادة الدخل. احنا لما لو تفتكروا من شوية الجدول اللي كنا اخدينه، بصوا سلوك الميل المتوسط للاستهلاك، بصوا الجدول اللي كان في صفحة 79 1.8 من 10 1.3 من 10 1.13 من 100، بيتناقص الميل المتوسط للاستهلاك مقابل زياده في الميل المتوسط للادخار في هذه الحاله. يبقى اذا طالما ببتدي ان انا اتكلم على الاجل القصير يبقى اذا في هذه الحاله يبقى اذا يتناقص الميل المتوسط للاستهلاك مع زياده الدخل، او بمعنى اخر يتزايد الميل المتوسط للادخار مع زياده الدخل. يبقى اذا في هذه الحاله يبقى اذا وفقا للعبارات الموجوده ا عندي صح، ب صح، ج صح، د صح، يبقى اذا الاجابه الصحيحه في هذه الحاله اللي هي هاء شامله كل ما عندي في هذه الحاله، يبقى اذا كل ما سبق يعد صحيحا في هذه الحاله. واضح؟ واضح. طيب تعال نشوف الرقم 2 في صفحه 83 برضو، بيقول لك ايه؟ اذا كانت داله الادخار داله خطيه على الصوره الاتيه، داله الادخار بتاعتي عباره عن خ بتساوي سالب 50 زائد 2 من 10 ي. لو جيت قلت لك في هذه الحاله بصرف النظر عن السؤال اللي موجود بعد كده قلت لك اشتق لي من الداله دي داله الاستهلاك، هتيجي تقول لي في هذه الحاله دي داله الادخار في الاجل القصير، يبقى اذا سالب أ فيها موجب أ في الاستهلاك. الميل الحد للاستهلاك الادخار إذا كان ب 2 من 10 يبقى إذا الميل الحد للاستهلاك في هذه الحالة يساوي كام؟ 8 من 10. يبقى إذا حضرتك استنادا إلى البيان الموجود قدامك تقدر تقول لي في هذه الحالة وأنت مغمض تقول لي إن س بتساوي مش سالب 50 هتبقى موجب 50 زائد 1 ناقص 2 من 10 يعني 8 من 10 ياء، يعني معناها دالة الاستهلاك الموجودة قدامك اللي المرادف لدالة الادخار هتبقى عبارة عن 50 زائد 8 من 10 ياء في هذه الحالة. فإن ذلك يشير إلى أن، تعال نشوف بقى القصة الموجودة عندي: ألف الميل المتوسط للادخار يتناقص مع زيادة الدخل، ده اختيار. ب الميل الحد للادخار ثابت يساوي 2 من 10، ده طبعا شيء طبيعي لازم يكون استنادا للبيانات الموجوده قدامي ال 2 من 10 الموجوده فوق دي لا تعبر عن الميل المتوسط، انا بعبر عن داله الادخار في الاجل القصير،
وبناء على ذلك بيختلف الميل المتوسط عن الميل الحدي. الاتنين من عشرة دي اسمها الميل الحدي للادخار اللي هو ثابت يساوي 2 من 10، يبقى اذا بقى تعتبر صحيحه. طب تشوفوا جيم كمل، الميل الحدي للاستهلاك ثابت يساوي كام؟ 8 من 10، يبقى بالتالي في هذه الحاله صح، لان 1 ناقص 2 من 10 اداني 8 من 10، يبقى الميل الحدي للاستهلاك ثابت برضه. معناها ايه برضه دال؟ بيقول لك هناك سحب من المدخرات يساوي 50 اذا انخفض الدخل الى الصفر، ما هو شيء طبيعي. الثابت بتاع الداله الموجود فوق عباره عن سالب 50، دي معناها ايه؟ ان انا بضطر ان انا في هذه الحاله ما اشتغلتش النهارده ما فيش دخل، اضطريت ان انا معناها عشان اقدر اغطي الحد الادنى من استهلاكي اضطريت ان انا اسحب من مدخراتي. وبناء على ذلك يعني اكن عملت ادخار بالسالب، وبناء على ذلك يعني معناها ان دال يعني معناها هناك سحب. سحب يعني معناها ايه؟ يعني الاشاره بالسالب، يعني بيتناقص ادخار بمقدار كام؟ 50 اذا انخفض الدخل الى ليه؟ الصفر في هذه الحاله، اذا دال تعد صحيحه. ها بيقول لك ايه؟ كل ما سبق صحيح. هل كل ما سبق صحيح؟ طبعا مش كل ما سبق صحيح، خلي بالي لان الف هي اللي خلتني ما اختارش هي. ليه؟ لان ا بتقول لك ايه؟ الميل المتوسط للادخار يتناقص مع زياده الدخل. واذا رجعتوا حضراتكم في الحاله دي اهو، بص الميل المتوسط مع كل ما زاد الدخل، الدخل كان بصفر 100 200، بيحصل ايه بالنسبه للميل المتوسط للادخار في الاجل القصير؟ سالب 8 من 10، سالب 3 من 10، سالب 13 من 100، سالب 5 من 100، صفر 4 من 100، بيزداد. وبالتالي مع زياده في الدخل في هذه الحاله، يبقى اذا اللي ما اقدرش ان انا اقول ايه؟ كل ما سبق صحيحه، لان الف مش صح. بس كل شوف العباره واو او الاختيار واو بيقول لك ايه؟ كل ما سبق صحيحا فيما عدا الف. يعني معناها باء صح، جيم صح، دال صح في هذه الحاله، يبقى اذا في هذه الحاله، يبقى اذا الاختيار الشامل بتاعي في هذه الحاله اللي هو اصح العبارات الموجوده قدامي، ان باء تعد صحيحا، جيم تعد صحيحا، دال تعد صحيحه في هذه الحاله، يبقى اذا كل ما سبق صحيحا فيما عدا الف في هذه الحاله، يبقى اذا الاختيار بتاعي يبقى واو في هذا الوضع. واضح؟ طيب تعال نشوف صفحه 84 برضه لاستكمال الاسئله الموجوده قدامي. بيقول لي ايه؟ اذا تقاطعت داله الاستهلاك مع خط 45 درجه فان ذلك يشير الى، خلي بالك النقطه دي استنادا للعباره الموجوده قدامك برضه مهم جدا، حضرتك بتتكلم عن الاجل القصير والاجل الطويل، شيء طبيعي انه في الاجل الطويل لا تتقاطع داله الاستهلاك مع خط الدخل. احنا قلنا دايما قلنا في الاجل الطويل ان داله الاستهلاك بتبقى تحت خط الافتراضي، تحت خط 45، اي نعم هما الاثنين بيبداوا من الصفر ولكن داله الاستهلاك بتبقى تحتها. وبالتالي في هذه الحاله اذا بيقول لي، طالما بيقول لي اذا تقاطع داله الاستهلاك مع خط 45، يبقى انا بتكلم على داله الاستهلاك في الاجل القصير. عند هذه النقطة بيحصل ايه؟ يعني ايه تقاطعة الاستهلاك؟ تخيل الاستهلاك تقاطع مع خط الدخل في هذه الحالة، يعني معناها الاستهلاك يساوي الدخل، يعني الادخار بكام؟ بصفر. وبالتالي في هذه الحالة تعال نشوفه، الميل المتوسط للادخار عند هذه النقطة يساوي صفر. الميل المتوسط للادخار في هذه الحالة عبارة عن الادخار على الدخل، إذا كان البسط عندي يساوي صفر، يبقى إذا قيمة الكسر بتاعتها يساوي كل مساوي صفر، يبقى إذا يكون الميل الحد المتوسط للادخار يكون مساوية للصفر، يبقى إذا لغاية دلوقتي العبارة موجودة قدامي، أ مقبولة. تاني حاجة، الميل المتوسط للاستهلاك عند هذه النقطة يساوي واحد، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ تعال نشوف الميل المتوسط عبارة عن إيه؟ الميل المتوسط عبارة عن مقدار الاستهلاك إلى مقدار الدخل. طب إذا كانت س الاستهلاك بيساوي ي او لام في هذه الحاله اللي هو الدخل، وبناء على ذلك البسط قد المقام، يبقى اذا لازم تكون عباره عن الميل المتوسط للاستهلاك يكون مساويا لواحد، يبقى اذا العباره رقم 2 ب تعد صحيحه في هذه الحاله. ج بيقول لك ايه؟ الاستهلاك عند هذه النقطه يساوي ايه؟ يساوي الدخل، ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده برضو ان الاستهلاك يكون مساوي للدخل. د داله الادخار عند هذه النقطه تتقاطع مع المحور الافقي. صح ولا غلط في هذه الحاله؟ يبقى اذا كل الخصائص دي موجوده قدامي اهو. لو رجعنا برضو للفصل الموجود قدامي وشوفنا طبيعه اللي داله الاستهلاك موجوده قدامي اهي، ان انا هي النقطه دي اللي انا بتكلم عليها، النقطه دي نقطه تقاطع داله الاستهلاك اهي مع خط 45 درجه. النقطه دي عندها ايه؟ الميل المتوسط للاستهلاك م م س يساوي 1، اللي عندها م م ق تساوي 0، اللي عندها دالة الادخار بتتقاطع مع المحور الافقي، اهو كل الكلام ده موجود قدامي في الاختيارات الموجوده قدامي، يبقى اذا في هذه الحاله، يبقى اذا اضطر ان انا ارجع في هذه الحاله واختار كل ما سبق يعد ايه؟ يعد صحيحا في هذه الحاله، يبقى اذا الاختيار بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ الاختيار هاء في هذه الحاله.
طبعا واو لا شيء مما سبق غلط تماما. وزن الاختيار بتاعي في هذه الحاله اصح العبارات ان كل اللي فات ده كله صح، وبناء على ذلك العباره او الاختيار الشامل العام بالنسبه لي في هذه الحاله استنادا الى المعطيات الموجوده قدامي سوف يكون الاختيار ها في هذه الحاله. طيب تعالوا نشوف مع بعضنا نوعيه اخرى من الاسئله في هذه الحاله. اذكر لماذا توافق او تعترض على العبارات الاتيه، يعني علق على مدى صحه العبارات الاتيه بصيغه اخرى في هذه الحاله. طيب اذا كنا شفنا في العباره رقم واحد بيقول لك ايه؟ بيقول لك مجموع الميل المتوسط للاستهلاك والميل الحدي للادخار يساوي الواحد الصحيح. في عبارات الصح والغلط او التعليق على العبارات الصح والغلط في هذه الحاله لا تتسرع، يعني معناه ايه؟ يعني معناه في هذه الحاله بيقول لي مجموع الميل المتوسط للاستهلاك والميل الحدي للادخار، احنا ما خدناش الكلام ده خالص. احنا قلنا الميل الحدي للاستهلاك زائد الميل الحدي للادخار يساوي الواحد الصحيح في هذه الحاله. احنا قلنا ايه؟ وزن العباره خاطئه نظرا لان مجموع الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار يكون مساويا للواحد الصحيح، او استضيف وكلاهما موجب. يعني ايه كلاهما موجب؟ يعني كلاهما محصور ما بين الصفر والواحد في هذه الحاله. غير مقبول ان يكون الميل الحدي للاستهلاك وفقا للنظريه الاقتصاديه سالب، غير مقبول ان يكون الميل الحدي للادخار وفقا للنظريه الاقتصاديه في هذه الحاله يكون سالبا. وزي ما احنا قلنا قبل كده الاساس بالنسبه لي كاقتصادي ما يكون لدي من نظريه اقتصاديه في هذه الحاله. طيب يبقى اذا العباره خاطئه نظرا لان مجموع الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار يكون مساويا للواحد الصحيح وكلاهما محصور بين الصفر والواحد. العباره 2 بيقول لك ايه؟ يقيس الميل الحدي للاستهلاك، يقيس الميل الحدي للاستهلاك النسبة بين التغير في الدخل إلى التغير في الاستهلاك. ركز، هل العبارة صح أم خطأ؟ طبعًا أول واحد يشوفها كده بسرعة في هذه الحالة يقول لي العبارة صحيحة، في هذه الحالة أقول له العبارة غلط طبعًا نظرًا لحضرتك في هذه الحالة تسرعت. يبقى إذًا الميل الحدي للاستهلاك ما هو إلا عبارة عن نسبة التغير في الاستهلاك إلى التغير في الدخل في هذه الحالة. إذن وليس التغير في الدخل إلى التغير في الاستهلاك. إذن عبارة خاطئة نظرا لأن الميل الحدي للاستهلاك بيقيس لي النسبة بين التغير في الاستهلاك إلى التغير في الدخل وليس العكس. واضح؟ طيب العبارة رقم 3 بيقول لك إيه؟ إذا كانت دالة الاستهلاك خاطئة فإن ذلك يعني إذا كانت دالة الاستهلاك خاطئة فإن ذلك يعني أن الميل المتوسط للاستهلاك يساوي مقدار ثابت دائما. هل العبارة دي صحيحة ولا خطأ؟ شيء طبيعي خطا. ما لما جيت اخدت داله الاستهلاك في الاجل القصير وكانت داله خطيه، وزي ما احنا شفنا قبل كده في البيانات الموجوده كانت موجوده قدامي في هذه الحاله ان انا كنت ما دي داله خطيه موجوده قدامي في هذا الوضع، ولكن لما جينا حسبنا هل الميل المتوسط الاستهلاك الميل المتوسط الاستهلاك كان ثابت؟ لا، الميل المتوسط الاستهلاك ما كانش ثابت، كان بيتغير 1.8 1.3 1.13% لان لا يعبر عن ميل دالة الاستهلاك. الذي كان ثابتا هو مين؟ الميل الحدي للاستهلاك نظرا لانه هو الذي يعبر عن ميل دالة الايه؟ الاستهلاك في هذه الحاله. واذا استنادا الى الكلام اللي احنا اخدينه ومفروض ان انا عارفه، اذا كانت دالة الاستهلاك داله خطيه فان ذلك يعني ان ميل هذه الداله ثابت، يعني معناها الميل الحدي للاستهلاك يساوي مقدار ثابت دائما وليس الميل المتوسط للايه؟ للاستهلاك في هذه الحاله. اذا ده فيما يتعلق بايه؟ ببعض اسئله الاختيار المتعدد وبعض اسئله الايه؟ الصح والغلط مع وجود التعليق في هذه الحاله. الفصل ده يتذاكر كويس جدا، وبناء على كده بتبتدي حضرتك تراجع الاسئله الموجوده قدامك، وهنحاول نبتدي نجمع لكم اسئله اخرى في هذه الحاله. اذا ابتديت النهارده غطي مع بعضينا داله الاستهلاك. النقطة رقم واحد كانت دالة الاستهلاك في الأجل الطويل ودالة الادخار في الأجل الطويل، والفرق ما بينها وما بين دالة الاستهلاك ودالة الادخار في الأجل القصير. ابتدينا نتناول بعض الأسئلة عن هذا الفصل في هذه الحلقة. شوفوا مع بعضينا بعد كده نتناول مع بعضينا النقطة الثالثة والأخيرة موجودة معايا في هذه الحلقة اللي هي متعلقة ب الفصل الخامس، بتتناول محددات الاستهلاك. يعني محددات الاستهلاك يعني العوامل المؤثره في الاستهلاك في هذه الحاله. طيب اول سؤال يتبادر الى ذهن حضراتكم، طب انت من شويه احنا بقالنا على مدار محاضرتين بنتناول ما يعرف بداله الاستهلاك، قلت لي في هذه الحاله ان المحدد الرئيسي للاستهلاك هو الدخل في هذه الحاله، هل في عوامل اخرى من شانها ان تؤثر في مستوى الاستهلاك
سواء على المستوى الجزئي او على مستوى الوحده او على مستوى الاسره او على مستوى الاقتصاد ككل، اجي اقول لك ايوه في هذه الحاله عندي مجموعه من العوامل. حتى مفهوم الدخل اللي احنا تناولناه في هذه الحاله كان مثار او جدل ما بين الاقتصاديين في هذه الحاله، زي ما هنشوفه مع بعضينا في هذه الحاله. طبعا زي ما احنا بنقول ان دايما وابدا المرجعيه الاساسيه في التحليل الاقتصادي الكلي كان الكتاب الخاص ب مينارد كينز اللي ظهر 1936، كان تحت مسمى النظريه العامه في التوظف والفائده والنقود في هذه الحاله. بدا كينز في هذه النظر في هذا الكتاب التناول بالتحليل نظريته في داله الاستهلاك، وقال ان الاستهلاك بيعتمد بشكل اساسي زي ما احنا قلنا على مجموعه من العوامل الموضوعيه، كان اهمها الدخل، وحدد الدخل في هذه الحاله بالدخل المتاح او ما يعرف بحاجه اسمها الدخل الجاري الممكن التصرف فيه. وقلنا الدخل الجاري يعني معنى ايه؟ يعني استهلاكك خلال فتره زمنيه معينه بيتوقف على مستوى دخلك اللي بتحصل عليه بعد خصم كافه الاستقطاعات خلال نفس هذه الفتره، دي معناها جاري مع جاري او مطلق مع مطلق في هذه الحاله. طيب بدات بعد كده في هذه الحاله، طب خلي بالي ان انا لما جيت من شويه في حصل نوع من انواع الاختلاف. كيف يمكن تفسير سلوك او الاختلاف ما بين سلوك او شكل داله الاستهلاك في الاجل الطويل وشكل داله الاستهلاك وفقا للتحليل الكينزي وفقا لنظريته في الدخل المطلق في الاجل القصير في هذه الحاله؟ وبالتالي بدات تظهر لي بعض النظريات في هذه الحاله بتفسر لي سلوك داله الاستهلاك في الاجل الطويل، وبدات تدرس محددات الاستهلاك في هذه الحاله. طيب اذا جينا شفنا مع بعضينا ان انا اولى هذه العوامل اللي احنا قلنا وهنبتدي نكررها مره ثانيه في هذه الحاله، اللي هو اول هذه العوامل اللي هو بيتمثل في الدخل وفقا للنظريه الكينزيه وفقا للتحليل الكنزي لداله الاستهلاك، ان الاستهلاك داله متزايده فيما يعرف بالدخل المطلق او فيما يعرف بالدخل الجاري الممكن التصرف فيه. طيب لكن بدات تظهر لي بعد كده في هذه الحاله بدات تظهر لي ادبيات اقتصاديه، بدا يظهر لي نوع من انواع تفسير سلوك داله الاستهلاك في الاجل الطويل لداله الاستهلاك في الاجل الطويل بتبقى داله تناسبيه. يعني ايه داله تناسبيه؟ يعني داله تبدا من نقطه الاصل في هذه الحاله، عباره عن خط مستقيم بيبدا من نقطه الاصل في هذه الحاله. بدات تظهر لي ثلاث نظريات اساسيه بدات تفسر ليه داله الاستهلاك في الاجل الطويل بتبقى داله تناسبيه في هذه الحاله او داله بتبدا من نقطه الاصل. عندي ما يعرف حاجه اسمها داله او نظريه الدخل النسبي الاقتصادي اسمه دوزنبري. عندي نظرية اسمها نظرية الدخل الدائم لميلتون فريدمان، ونظرية دورة الحياة في هذه الحالة لمودرياني. دولت الثلاث النظريات الأساسية اللي حاولت تفسر ليه دالة الاستهلاك في الأجل الطويل بتبقى في هذه الحالة بتعتمد بتبقى دالة تناسبية في هذه الحالة. ولكن ما زال العامل الأساسي المؤثر في الاستهلاك هو الدخل أيا كان المفهوم في هذه الحالة. نيجي للجزء الاول في هذه الحلقه اللي هي بدات تفسر سلوك داله الاستهلاك في الاجل الطويل اللي هو كان ايه؟ نظريه الدخل النسبي لدوزنبري في هذا الوضع. قال لك في هذا الوضع ان مستوى استهلاك الفرد او استهلاك الاسره او استهلاك الكلي في هذه الحاله اصبح لا يتوقف فقط على مستوى دخل الفرد الجاري، وانما اصبح بيتوقف على ما يعرف باعلى دخل سابق حصل عليه الفرد. بحيث ان الدخل السابق ده بدا يدخل لي عامل اخر ليه تاثير في هذه الحاله، بيعبر هذا الدخل السابق عن ما يعرف باثر العادات، ان انا في الحاله دي ان انا كفرد او كاسره بعيش في بيئه معينه، وبالتالي بتاثر مستوى استهلاكي في هذه الحاله بيتاثر بسلوك الايه؟ بسلوك البيئه اللي انا عايش فيها او سلوك المجموعه اللي انا عايش ما بينها في هذه الحاله، وبناء على ذلك انا كفرد بميل الى نوع من انواع التاثير اللي هي العاده الموجوده قدامي، تاثير تاثر بطبيعه السلوك الاستهلاكي اللي محيط ليا في هذه الحاله، وبناء على ذلك حتى لو كان مستوى دخلي في فتره من الفترات غير متناسب مع البيئه اللي انا موجود فيها انا بضطر في هذه الحاله اجاري، وباذا في هذه الحاله البيئه اللي انا موجود فيها، وبناء على ذلك بيتاثر الفرد بطبيعه العادات او بطبيعه الايه؟ نمط الانفاق الاستهلاكي بالنسبه للفرد، بيتاثر الى ان يكون مكتسبا بالعاده، ان انا في هذا الوضع ان انا كفرد بتاثر بالبيئه اللي انا بعيش فيها، وبناء على ذلك ان انا حتى لو كان دخلي الجاري غير
متوافق مع الموجود مع البيئة اللي أنا عايش فيها، ولكن في هذه الحالة بضطر في هذا الوضع عن طريق أخذ قرض أو عن طريق السحب من مدخرات أو بحيث إن أنا في هذه الحالة بقى بميل إلى تقليد البيئة اللي أنا عايش فيها، وبالتالي في هذه الحالة بدأت تظهر لي الجزئية الأساسية إن أنا تأثير العادة في هذه الحالة متمثلة في أعلى دخل سابق حصل عليها الفرد في هذا الوضع، وبالتالي في هذا الوضع يصبح الأفراد معتادين على مستوى معيشة معين، فإنهم يحولون دايما وأبدا حتة الإبقاء على هذا المستوى حتى لو انخفضت دخولهم الجارية في هذا الوضع، وبالتالي طبيعة العادات الاستهلاكية للأفراد بتتأثر بالمحيطين به في هذا الوضع، وبالتالي ظلت النظرية دي اللي هي نظرية الدخل النسبي للزوميري مؤثرة على تفسير دالة الاستهلاك لفترة طويلة، إلى أن ظهرت نظرية أخرى في هذا الوضع ما تعرف بنظرية الدخل الدائم لميلتون فريدمان. وفقا لنظرية الدخل الدائم لميلتون فريدمان في هذا الوضع بيقول لك إيه؟ إن أنا كاستهلاكي في هذا الوضع أصبح لا يتوقف على مستوى دخل الجاري، وإنما يتوقف على متوسط دخل الفرد المتوقع خلال فترة زمنية طويلة. يعني إيه معنى الكلام دوت؟ يعني معناه حضرتك لو حصل انت معتاد على متوسط متوقع في هذه الحاله انك على مستوى دخلك في المتوسط سوف يكون عباره عن 5000 جنيه، يبقى اذا حضرتك بتحدد نمط استهلاكك او مقدار استهلاكك على قد ال 5000 جنيه، طب حصل لك الشهر دوت لاي سبب إن كان زياده في دخلك عن ال 5000 جنيه اصبح 6000 جنيه، لن يتاثر نمط استهلاكك في الشهر دوت بناء على هذه الزياده في دخلك الجاري، وانما كلها او جزءك الاكبر منها سوف يؤثر على مين؟ سوف ينصرف الى التاثير على الادخار في هذه الحاله، وسوف يتم او سوف يستمر استهلاكك في هذه الحاله متاثرا بال 5000 جنيه بتوعك في هذه الحاله، واذا ده فيما يتعلق بجزئيه اساسيه بدات تظهر لي في هذه الحاله، ولذلك يعني معناه ايه؟ يعني معناه اصبحت داله الاستهلاك ان انا ميل المتوسط الاستهلاك بيظل ثابت، ميل الحد الاستهلاك بيظل ثابت في هذه الحاله، وبالتالي بيعبر عن داله الاستهلاك في الاجل الطويل وفقا لهذه النظريه ان انا استهلاكي اصبح لا يتوقف على مستوى دخل الجاري، وانما بيتوقف على متوسط الدخل المتوقع الذي يحصل عليه الفرد خلال فتره زمنيه طويله، وبالتالي اي تغيرات في دخل الجاري بتنصرف بشكل رئيسي في الادخار، وهي بتاثر وان كان بشكل طفيف في استهلاكي في هذه الحاله، ولكن الجزء الاكبر بيروح لمين؟ بيروح للتاثير على الادخار، سواء كان زاد الدخل الجاري اذا هيروح الجزء الاكبر من هذه الزياده في الادخار، سواء لو نقص دخل الجاري في هذه الحاله يبقى اذا في هذه الحاله سوف يكون ذلك بغطيه ازاي؟ عشان اغطي المستوى المتوسط المتوقع في هذه الحاله من خلال السحب من المدخرات عشان اقدر ان انا احافظ على ال 5000 جنيه، وبناء على ذلك اقدر ان انا احدد حجم الاستهلاك بتاعي في هذه الحاله. ودي تاني نظريه من النظريات فسرت ما هو مفهوم الدخل المؤثر في الاستهلاك وفقا للنظريه الكنزيه، ان الدخل المطلق هو او ما يعرف بالدخل الجاري المتاح الممكن التصرف فيه هو العامل الرئيسي المؤثر في الاستهلاك. لكن بناء على كده بدات تظهر لي نظريه الدخل النسبي في هذه الحاله، قالت لك لا، ان الاستهلاك الفردي لا يتاثر فقط بمستوى دخله الجاري، وانما بيتاثر بتاثيره بالبيئه المحيطه به، وعبر عن البيئه المحيطه به في هذه الحاله ان انا ان سلوك الفرد بيميل الى مضاهات الى محاكاه ما حوله من افراد في هذه الحاله على حسب سلوك البيئه او الافراد اللي انا عايش في وسطيهم، بيتاثر نمط الاستهلاك في هذه الحاله، عبر عن هذا النمط باعلى مستوى دخل حصل عليه الفرد خلال فتره سابقه. ظهرت نظريه اخرى قالت لك لا، ان استهلاك الفرد لا يتوقف على دخله الجاري، وانما يتوقف على متوسط دخله المتوقع على مدار فترة زمنية طويلة في هذه الحالة، وبالتالي أي تغيرات في الدخل الجاري بتنصرف بشكل رئيسي على الادخار، وسواء كان بالزيادة أو النقص في هذه الحالة. بدأت تظهر لي نظرية أخرى في هذه الحالة أو نظرية الثالثة في هذه الحالة اللي بدأت تفسر سلوك الاستهلاك في هذا الوضع اللي هي في الأجل الطويل ما يعرف بنظرية دورة الحياة لمودريان. قالت لك في هذه الحالة إذا كان أن استهلاك الفرد يتأثر به متوسط دخل الفرد او متوسط الدخل اللي بيحصل عليه الفرد طوال حياته، وكذلك الثروه اللي بيكونها الفرد خلال هذه مده عمره في هذا الوضع، وبناء على كده يعني معناه ايه؟ يعني انا كفرد دايما وابدا بميل الى احداث نوع من انواع الاستقرار في استهلاكي على مدى طول فتره حياتي. ازاي في هذه الحاله؟ من خلال حته التوزيع، ان انا في الحاله دي لسه ملتحق بسوق العمل، مرتبي لسه صغير، وبالتالي في هذه الحاله بقترض او ان انا اسحب من جزء من مدخراتي بحيث ان انا احقق نمط معين من السلوك.
مع وجود ازدياد عمري، ازدياد سنوات خبرتي في العمل، بيزداد مرتبي، بستطيع في هذه الحالة أسدد ما علي من قروض أو علي من مديونيات، بالإضافة إلى جزء آخر بدخره، ببتدي أستمر في العمل إلى أن أصل إلى سن التقاعد. في سن التقاعد في هذه الحالة لا أحصل على دخل، وبالتالي في هذه الحالة بعتمد على ما لدي من رصيد. كل ده معناه إيه؟ معناه إن أنا كفرد طوال فترة حياتي وزعت دخلي بشكل معين، بحيث ان دايما وابدا في هذه الحاله حصل نوع من انواع الاستقرار في الانفاق الاستهلاكي في هذه الحاله. وبالتالي بيفسر الداله او النظريه دي بتفسر لي ليه داله الاستهلاك في هذه الحاله بتبقى داله تناسبيه، استنادا الى ان الفرد بيميل الى تحقيق نوع من انواع الاستقرار في نمطه الاستهلاكي من خلال توزيع دخله المتوقع على مدى عمره وما يمتلكه من ثروه على مدى عمره في هذه الحاله، بحيث ان دايما وابدا يتقال عليه اتحلق عليه اتنيني ببتدي ان انا اعمل نوع من انواع الاستقرار في نمط الاستهلاك الخاص بيا في هذه الحاله. ايا كان النظريه المفسره لنوعيه الدخل المحدد للاستهلاك، سواء كان دخل مطلق، سواء كان دخل نسبي، سواء كان دخل دائم، سواء كان دخل دورة الحياة، ما زال العامل الرئيسي المؤثر في الاستهلاك هو الدخل في هذه الحالة. وإذن ده العامل الرئيسي في هذه الحالة الأول المؤثر في الاستهلاك، وهو ما يتعلق به بمفهوم الدخل في هذه الحالة. طيب. تاني هذه العوامل المؤثرة في الاستهلاك اللي هو عبارة عن توقعات الأسعار. يعني إيه توقعات الأسعار؟ يعني نيجي زي الظروف اللي احنا موجودين فيها اليومين دولت في هذا الوضع. اذا كنا احنا توقعنا انا كفرد في هذه الحالة او غيري توقعنا في هذه الحالة لا قدر الله ان الازمة الموجودين فيها تستمر، وبناء على ذلك يبقى انا استنادا الى هذا الوضع متوقع ان انا يحصل نوع من انواع العرض من السلع الموجود في السلع الاساسية يقل. ده هيخليك تتوقع ان في المستقبل يحصل ايه، زي ما عمل بعض الناس، ان انا في هذه الحاله حضرتك متوقع الاسعار في المستقبل تزيد. ده بيخليك في الوضع الحالي تعمل ايه، يزود انفاقك الاستهلاكي. وبالتالي في هذه الحاله اذا كان الفرد متوقع انه يحدث ارتفاع في الاسعار مستقبلا، ده بيأثر على النمط او بيأثر على انفاقه الاستهلاكي الحالي بالزياده. طب ولو العكس، لو حضرتك في هذه الحاله متوقع في هذا الوضع ان الامور ان شاء الله بامر الله تتحل في وقت قريب وتنقشع الغمه اللي احنا موجودين فيها ويرفع ربنا عنا البلاء اللي احنا موجودين فيه، وبناء على ذلك يبقى اذا كان استغل بعض التجار الجشعين الازمه الموجوده في اللي بيتعرض ليها مصر والعالم كله في هذه الحاله، وكانت وضع مؤقت، وبالتالي في هذه الحاله حضرتك متوقع ان شاء الله اسبوع اسبوعين تبتدي الامور تتحسن وابتدي الوضع يرجع كما هو عليه كان قبل كده. وبناء على ذلك يعني متوقع ان يحدث نوع من انواع الانفراجه في السوق، يحصل نوع من انواع الزياده في حجم الانتاج، وبناء على ذلك متوقع الاسعار مستقبلا ان هي ترجع لمجرياتها. يبقى اذا ده يخليك انك تشتري النهارده وتخزن للاسبوعين الجايين او الثلاثه، هتيجي تقول لي لا. يبقى توقعات الاسعار من ضمن العوامل الاساسيه المؤثره في الانفاق. اذا كنت حضرتك متوقع مستقبلا حدوث ارتفاع في الاسعار، ده بيخليك في هذه الحاله انك تقلل تزود انفاقك الاستهلاكي الحالي. اذا كنت متوقع الاسعار تقل في المستقبل في هذه الحاله، يبقى اذا تبتدي لو تقل الاسعار في المستقبل يبقى اذا حضرتك تقلل استهلاكك دلوقتي. لو حضرتك متوقع الاسعار تزيد، تزود استهلاكك دلوقتي. يبقى اذا ثاني عامل باستثناء الدخل غير الدخل في هذه الحاله المؤثر في الانفاق الاستهلاكي اللي هو متمثل في توقعات الاسعار في هذه الحاله. ثالث عامل من العوامل المؤثره زي ما نشوفه مع بعضينا نمط توزيع الدخل. يعني ايه حته توزيع الدخل؟ هنا بيجي حته الميل الحدي. هل الميل الحدي ما بين فئات المجتمع متساوي؟ هتيجي تقول لي لا. يعني ايه معناها الميل الحدي للاستهلاك؟ يعني معناها اذا قسمت مثلا سبيل المثال المجتمع الى طبقتين، طبقه الاغنياء وطبقه الفقراء. طبعا المفروض ان في طبقه الوسطى في هذه الحاله، لكن افترضت ان انا عندي حاله الشاذه في هذه الحاله طبقتين فقط، ان انا عندي طبقه الفقراء وطبقه الاغنياء. شيء طبيعي عندما يتم اعاده توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيره، متوقع ايه بالنسبه للانفاق الاستهلاكي؟ هتيجي تقول لي الانفاق الاستهلاكي يزيد. اسالك ليه؟ هتيجي تقول لي في هذه الحاله نتيجه لان الطبقه دي لسه ما زال عندها احتياجات كتيره لم تغطيها، وبالتالي اي زياده او اعاده توزيع الدخل لصالح هذه الطبقه من شانه ان يؤثر على انفاقها الاستهلاكي بالزياده في هذه الحاله، وبالتالي اعاده توزيع
قدر معين من الدخل ما بين الفئات الاجتماعية المختلفة نتيجة لاختلاف في أميولها الحدية للاستهلاك، ده بيؤدي إلى وجود تغيرات في الإنفاق الاستهلاكي. إذا كان التغير بتاعي في هذه الحالة لصالح الطبقات الفقيرة، ده من شأنه أن يزود الإنفاق الاستهلاكي. لصالح الطبقات الغنية بتميل بطبيعتها إلى الادخار أكتر في هذه الحالة نتيجة لأن هي غطت الجزء الأكبر من احتياجاتها الأساسية في هذه الحالة، يبقى ده بيؤدي إلى تقليل حجم الإنفاق للاستهلاك. وإن كان هذا العامل تأثيره بيبقى محدود، أهميته بيبقى محدودة نتيجة لأن أنا بتكلم في هذه الحالة إن أنا بيبقى إيه بتكلم على المدى القصير، تأثيره بيبقى قليل، وفي نفس الوقت أنهو نظرية إن أنا ببتدي إن أنا أبتدي إن أنا أخدها في الاعتبار كمفسر للتغيرات في الدخل. هل ببتدي إن أنا أخد نظرية الدخل المطلق؟ يبقى إذا في هذه الحالة هذه إعادة التوزيع سوف يكون له تأثير واضح على الإنفاق الاستهلاكي. لو لكن باخد بالدائم أو باخد بنظرية دورة الحياة لن يكون هناك لها تأثير لهذا العامل بشكل واضح على الإيه؟ على الإنفاق الاستهلاكي في هذه الحالة. إذا ابتدينا ناخد الدخل، ابتدينا ناخد توقعات الأسعار، نمط توزيع الإيه؟ الدخل في هذه الحالة. طبعا من ضمن العوامل الأخرى في هذه الحالة المؤثرة في الإنفاق الاستهلاكي طبيعة العادات اللي هي خاصة بالأفراد في هذا الوضع. خلي بالي بتكلم على عادة الإسراف والحرص وليس البخل. ان انا في هذه الحاله الحرص في هذا الوضع بيخليني ان انا احسن نوع من انواع الرشاده في انفاق الاستهلاكي. ان انا في هذه الحاله هل محتاج دي؟ يبقى اذا ببتدي اروح مش محتاجها في هذا الوضع، مش ابتدي اجيبها عشان تبقى موجوده عندي على الرغم ان انا مش هستهلكها وكلفه في هذه الحاله. اذا دي طبيعه العادات. اذا كان ميل للعادات ودي طبيعه العامل ده قد يكون عامل ذو طبع شخصي. يعني ايه؟ يعني انا طبيعه العادات بتاعتي قد تكون مختلفه عن عاده اللي الانفاقيه بتاعتك انت في هذه الحاله او الخاصه بيك انت، وبناء على ذلك بيحدد نمط استهلاكي ليك مختلف ليا انا عنك انت في هذه الحاله. اذا كنت انا اكثر ميلا للحرص يبقى اذا اكثر ميلا للرشاده في استخدام ما لدي للدخل في هذه الحاله، وبالتالي ببعد عن استهلاك ما يعرف بالسلع التفاخريه او السلع اللي انا بيبقى الغرض منها نوع من انواع الايه التباهي في هذه الحاله. اذا ثالث عامل من العوامل المؤثره او رابع عامل من العوامل المؤثره في هذه الحاله، اخذنا الدخل، أخذنا توقعات الأسعار في هذه الحالة، أخذنا توزيع الدخل، أخذنا طبيعة عادات اللي هي الإسراف والحرص التي تماس بها اللي هي الفرد في هذا الوقت. خلي بالك ما نخلطش ما بين توقعات الأسعار والمستوى العام للأسعار. المستوى العام للأسعار بياخدني لجزئية أساسية التضخم، لأن التضخم ما هو إلا عبارة عن الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار. بقيسه إزاي؟ بمعدل الارتفاع أو التغير في المستوى العام للأسعار. وبناء على ذلك اذا خامس عامل من العوامل المؤثره في الانفاق الاستهلاكي وهو يتمثل في المستوى العام للاسعار في هذه الحاله. ما خلطش ما بينهم وبين توقعات الاسعار. لازم دايما وابدا وانا باخد المستوى العام للاسعار في هذه الحاله او ما يقرب بمعدل التضخم اشوف الوجه الاخر. دخلك النقدي. هل في حاجه مفهوم اخر؟ يعني ايه دخل النقدي؟ يعني عبارة عن العدد الوحدات النقدية التي يتم الحصول عليها الفرد مقابل مساهمته في العملية الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة. يبقى إذن ده معناه مفهوم الدخل في هذه الحالة. استنادا إلى هذا الوضع دخل النقدي وممكن يحصل ارتفاع في المستوى العام للأسعار. يعني ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو حصل ارتفاع في المستوى العام للأسعار متمثلة في الزيادة في معدلات التضخم وليكن مثلا ب 10%، وجيت قلت لك في هذه الحاله بدل ما حضرتك كنت بتاخد 1000 جنيه هدي لك 1100، واذا حصل زياده في دخلك النقدي ب 1100، يبقى انا زودته في هذه الحاله دخلك النقدي بدل ما هو 1000 اصبح زاد ب 1100، يبقى اذا اصبح زاد ب 10%. واذا الزياده اللي حصلت في مستوى العام للاسعار عوضتها بحدوث زياده في دخل النقدي، وبالتالي في هذه الحاله لم يتاثر انفاقك الحقيقي او دخلك الحقيقي. زي ما كنت الاول بتقدر بالالف تجيب 10 وحدات من السلعه، اصبحت برضو بالالف ومية تجيب 10 وحدات من السلعه. لكن متى يكون المستوى العام للاسعار تاثير على مستوى انفاقك في هذه الحاله؟ اذا كنت جيت قلت لك حصل زياده في الاسعار ب 10% ولكن ظل دخلك زي ما هو 1000، يبقى اذا في هذه الحاله يبقى اذا الوضع بتاعي في هذا الوضع، ما انت بدل ما كنت بتقدر تحصل على 10 وحدات من السلعه مش هتقدر تحصل منها الا غير على 9 وحدات، وبالتالي في هذه الحاله دخلك الحقيقي قل لانك ما قدرتش تعوض لي دخل الزياده في دخل النقدي يعوض هذه الزياده اللي حصلت في المستوى العام للاسعار. يبقى اذا دايما وابدا تاثير المستوى العام للاسعار، اذا ارتفع المستوى العام للاسعار وما لم يقابل ذلك حدوث زيادة في الدخل النقدي فإنه سوف يؤدي ذلك إلى انخفاض في دخل الحقيقي وبالتالي انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي بالنسبة للفرد. ولكن إذا حدث زيادة في الدخل النقدي
بنفس مقدار الزيادة اللي حصلت في المستوى العام للأسعار أو ارتفاع في المستوى العام للأسعار، لن يتأثر مقدار الدخل الحقيقي ليا في هذه الحالة، وبالتالي سوف يظل مستوى انفاق الاستهلاكي ثابت في هذا الوضع. وبالتالي في هذه الحالة إذن عامل أساسي من العوامل المؤثرة، خلي بالك أخدت قبل كده توقعات الأسعار مستقبلا ارتفاع ولا انخفاض بتأثر على انفاق الاستهلاكي الحالي، لكن هنا ببتدي أتكلم على معدل التضخم، ببتدي إن أنا أقارنه دائما وأبدا ما بينه وما بين الدخل النقدي في هذه الحالة. هل في زياده ما بينهم هما الاثنين متطابقه وبالتالي في هذه الحاله دخل الحقيقي ثابت؟ هل مستوى العام الاسعار يفوق الزياده اللي حصلت في مستوى دخل النقدي وبالتالي في هذه الحاله ده بيأثر على انفاق استهلاك؟ وهكذا بالنسبه لي في هذه الحاله. يبقى اذا دي خمس عامل من العوامل المؤثره في هذا الوضع اللي هو متمثل في المستوى العام للاسعار. وما ننساش مره ثانيه مستوى الدخل في هذه الحاله عامل رئيسي، ثاني حاجه في هذه الحاله اللي كان عباره عن توقعات الاسعار، توزيع الدخل في هذه الحاله ونمط توزيع الدخل في هذا الوضع تغير في هذا الوضع، طبيعه عادات الاسراف والحرص في هذا الوضع، والمستوى العام للاسعار في هذا الوضع. من ضمن العوامل الاساسيه في هذه الحاله من المؤثره في الانفاق الاستهلاكي ما يعرف بسعر الفائده. طبعا كنزي في تحليله لسلوك دالة الاستهلاك قال لك ان سعر الفائده ليس العامل الاساسي في هذه الحاله المؤثر في انماط الاستهلاك، ولكن الدراسات التطبيقيه الحديثه في هذه الحاله اثبتت قالت لك لا، ان سعر الفائده من العوامل المؤثره في الانفاق الاستهلاكي. بتاثر عليه ازاي؟ من خلال اثرين متضادين. يعني ايه؟ يعني اثر عكس الثاني. عندي ما يعرف بينظر الى او يتم النظر الى سعر الفائده على انه تكلفه الفرصه البديله للاستهلاك. يعني ايه تكلفه الفرصه البديله؟ يعني حضرتك بتختار حاجه وبتضحي بالاخرى، يبقى اذا مقابل التضحيه بالاخرى في هذه الحاله او ما يتم التضحيه به من سلعه اخرى يتم الحصول عليها في هذا الوضع هو اسمه تكلفه الفرصه الايه؟ البديله. دي في ابسط صورها في هذه الحاله، ما يتم التضحيه به من انتاج او وحدات كان يمكن الحصول عليها لو تم توجيه الموارد الى هذا المجال في هذه الحاله. طيب. وبناء على ذلك حضرتك لما تختار استهلاك دلوقتي يبقى انت ضحيت بايه؟ ضحيت بادخار كنت ممكن تدخره وتحطه بنك تحصل على فايده في هذه الحاله، يبقى بالتالي في هذا الوضع اذا عندي ما يعرف بحاجه اسمها اثر الاحلال. يعني ايه اثر الاحلال؟ يعني يعرف اثر الاحلال وهو الناتج عن ان ارتفاع سعر الفايده مع ثبات الدخل يؤدي الى تشجيع الفرد على زياده الايه؟ مدخراته. وبالتالي يعني ايه تشجيع الفرد على زياده المدخرات؟ يعني انا الفتره اللي فاتت لو جينا حسينا او عرفنا ان الدوله في الحاله دي على الرغم من اتخاذ كان لجنه سياسات في السياسه النقديه في البنك المركزي اجتمعت زي ما احنا عرفنا من فتره كده وكانت اخذت قرار ان هي تخفض سعر الفائده ب 300 نقطه في هذه الحاله او ما يعادل 3%. وفي نفس الوقت بدات البنوك العامه بنك مصر وبنك الاهلي في هذه الحاله بدا يصدر شهادات بمقدار 15%. وبالتالي انا كفرد اذا تم تخفيض اذا ببتدي ان انا احسبها ازاي؟ حاجه اقول لك خلي بالك ما انا لو اضطريت في هذا الوضع ان انا انفق كل دخلي يبقى انا ضحيت بايه؟ ضحيت ب 15%. كنت فايده كنت ممكن اعمل ايداعات على الشهادات دي لمده سنه في البنك الاهلي او بنك مصر احصل مقابلها على عائد، وبالتالي في هذه الحاله يبقى انا ضحيت بيهم مقابل انفاق استهلاكي. لكن البديل بالنسبه لي ايه؟ قلت لا ده انا هحاول بقدر الامكان ادخل مبلغ او المبلغ الموجود معايا بدل ما استهلكه هحطه في البنك في هذه الحاله، اعمل شهاده ب 1000 ب 2000 ب 3000 ب 10000 في هذه الحاله احصل مقابل كل شهاده موجوده عندي في هذه الحاله على سعر فايده كام؟ 15% في هذه الحاله. اذا دي اسمها الاثر الاول ارتفاع سعر الفايده. يعني معناه ايه؟ يعني معناها مع ارتفاع سعر الفايده بترتفع تكلفه الفرصه البديله للاستهلاك مما يؤدي الى زياده في المدخرات، وبالتالي في هذه الحاله انخفاض في الانفاق الاستهلاكي. واذا ده الاثر الاول لسعر الفائده اسمه اثر الاحلال، انه مع ارتفاع سعر الفائده تزداد رغبه الافراد او تزداد تكلفه الفرصه البديله للاستهلاك، وبالتالي تزداد مدخرات الافراد مما يؤدي الى انخفاض في الانفاق الاستهلاكي. تعال نشوف تاني اثر. يبقى اذا اول اثر اثر سالب. تاني اثر في هذه الحاله ان انا ادخرت حطيت في البنك حصلت على عائد، العائد ده هبتدي ان انا ده بيشجعني على ايه مستقبلا؟ بيشجعني ان انا اعمل نوع من انواع الانفاق الاستهلاكي، وباذن في هذه الحاله حصل زياده في دخلي، ما يحدث زياده في دخلي، ما الاستهلاك داله طرديه في الدخل، لما يحدث زياده في الاستهلاك في هذه الحاله هيؤدي ذلك الى زياده في الانفاق الاستهلاكي في هذه الحاله، يبقى اذا الاثر الثاني اسمه اثر الدخل. الاثر الاولاني اسمه اثر الاحلال، اثر الاحلال سالب، اثر الدخل عندما يزداد الدخل مع ارتفاع في سعر الفائده سوف يؤدي ذلك الى زياده في الانفاق الاستهلاكي، وبالتالي تأثير سعر الفايدة تغيرات سعر الفايدة على الانفاق الاستهلاكي عبارة عن أثر متضاد. يعني أيهما أقوى؟
اثر الدخل الموجب ام اثر الاحلال السالب في هذه الحاله، وبناء على ذلك بتحدد الاثر الصافي. اذا كان اثر الدخل الموجب اكبر من اثر الاحلال السالب يزداد الدخل، يزداد الانفاق الاستهلاكي مع زياده او رفع سعر الفائده. اذا كان اثر الاحلال السالب اكبر من اثر الدخل السالب، اثر اكبر من اثر الدخل الموجب، فانه سوف يؤدي ذلك الى انخفاض في حجم الاستهلاك في هذه الحاله مع زياده سعر الفائده في هذا الوضع. اذا ايهما اقوى؟ اذا كان اثر الاحلال هو الاكبر من اثر الدخل سوف ينخفض الاستهلاك في هذه الحاله مع رفع سعر الفائده. اذا كان اثر الدخل هو الاكبر وبالتالي في هذه الحاله سوف يزداد الاستهلاك مع رفع سعر الفائده في هذا الوضع. اذا ده عامل اساسي في هذه الحاله، العامل السادس هو متمثل فيه في سعر الفائده في هذه الحاله. طيب عندي عامل سابع اللي هو عباره عن اثر الثروه في هذه الحاله. الثروه هو المعنى الأشمل أو أكثر شمولا من الدخل. إذا كان الدخل بيأثر بشكل موجب يبقى الثروة في هذه ثروة الفرد في هذه الحالة لا تتكون فقط من نقود، وإنما بالإضافة إلى نقود موجودة معاه، ودائع بمختلف أجل. حضرتك عامل حساب دفتر توفير في البنك، عامل إيداع، عامل وديعة لمدة سنة، عامل وديعة لمدة سنتين. إذا كنت بتمتلك أصول مالية، يعني أصول مالية يعني معناها أسهم أو سندات أو أذون خزانة، او بتمتلك اصول حقيقيه اراضي او عقارات او ذهب في هذه الحاله، واذا دي اصول حقيقيه. كل دوت مكونات للثروه بتاعتك، وبالتالي عندما تزداد قيمه ثروتك ده اكن دخلك في هذه الحاله. اذا كنا احنا مرادف، اذا كنا اعتبرنا طبعا غلط تماما ان انا اعتبر الدخل هو الثروه او الثروه هي الدخل في هذه الحاله، لا، ان انا في هذه الحاله يعني كلما زادت ثروه الفرد في هذه الحاله كلما دفع ذلك الفرد الى زياده في حجم انفاقه الاستهلاكي، وان كان مشابه مع تاثير الدخل في هذه الحاله. واذا ده العامل السابع المؤثر في هذا الوضع اللي هو متمثل فيه في اثر الثروه في هذا الوضع. طيب اذا جينا شفنا مع بعضينا العامل الثامن هو عدد السكان. شيء طبيعي، ما هو استهلاكنا لما كنا 50 مليون بيختلف تماما عن استهلاكنا لما كنا 70، بيزداد لما يختلف يكون 80، لما يختلف تماما لما يكون 100 في هذه الحاله. يبقى اذا كلما زاد عدد السكان شيء طبيعي انا بتكلم على داله الاستهلاك الكلي، وبالتالي في هذه الحاله يبقى اذا عندما يزداد عدد السكان فان ذلك ينصرف الى زياده في حجم الانفاق الاستهلاكي بشكل عام، مما يعني زياده في حجم الانفاق الاستهلاكي على مستوى الاقتصاد ككل في هذه الحاله. طيب تسع عامل من العوامل المؤثره في هذه الحاله اللي هو عباره عن اللي الضرائب. الضرائب خلي بالي انا ما بتكلمش على اي نوع من انواع الضرائب، انا ببتدي اتكلم على الضرائب اللي مؤثره بشكل رئيسي. ما بتكلمش على ضريبه غير مباشره، ضريبه مبيعات، او بتكلم على ضريبه او تعريفه جمركيه او خلافه. في هذه الحاله انا بتكلم على الضريبه اللي بتستقطع من الدخل في الاخر، ان انا زي ما احنا قلنا في الحسابات القوميه قبل كده، ان انا في الحاله دي كنت باجي بقول ان الدخل اللي في الاخر اللي انا بتصرف فيه عباره عن الدخل المتاح ممكن اتصرف فيه، اللي هو عباره عن ايه في هذا الوضع؟ اللي هو عباره عن الدخل الشخصي مطروح منه ما يعرف بالضرائب الشخصيه او الضرائب المباشره على الايه؟ على الدخل في هذه الحاله. ده اللي انا ببتدي ان انا اتصرف فيه، وبالتالي عندما تزداد الضريبه الشخصية أو الضريبة المباشرة على الدخل في هذه الحالة بيأثر لي دوت على إيه؟ بيقلل من مستوى الدخل اللي ممكن التصرف فيه، وبالتالي بيأثر أو بيؤدي إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي. طبعًا بدأت تظهر لي بعض الدراسات قام بها روبرت بيرو في هذه الحالة اللي هي كان إيه؟ كان روبرت بيرو اللي كان الدراسات اللي قام بها روبرت بارو في هذه الوضع ان هو كان بيقول لك لا، الضرائب حتى لو اتاثرت لو اتغيرت الضرائب ما بيكونش ليها التاثير بشكل رئيسي على الانفاق الاستهلاكي. ليه في هذا الوضع؟ لان انا دايما وابدا زي ما قلنا في نظريات اخرى بدات تفسر لي ان الاستهلاك لا يتوقف على ما يعرف بالدخل الجاري، وانما بيتوقف على الدخل الدائم، بيتوقف على دخل دوره الحياه، وكلاهما يعني معناه ان انا الدخل الجاري الضرائب اذا كان بتاثر وفقا لروبرت بارو في هذا الوضع تؤثر على الدخل الجاري، فانها لا تؤثر على مستوى الدخل الدائم او دخل دوره الحياه في هذا الوضع اللي لمودليانى في هذا الوضع. وبناء على ذلك ايه؟ ما بيكونش ليها تاثير بشكل كبير اللي هي ايه؟ الضرائب في هذا الوضع. تاثير العادات قد يكون تناولناها، بس بتكلم هنا عن عادات بصفه عامه، العامل العاشر او العامل المحدد العاشر للاستهلاك، اثر العادات بصفه
بصفه عامه في هذا الوضع، ان انا باجي بقول ان انا طبيعه العاده اللي بيكتسبها الفرد من خلال نمط استهلاكه. هل انا في الحاله دي ببتدي ان انا على مدار فتره زمنيه معينه ببتدي ان انا اتعود على استهلاك معين في هذه الحاله؟ ده بيأثر على ايه؟ على انفاقي الاستهلاكي. اذا تاثير العاده في هذا الوضع، ووجد من خلال دراسات تطبيقيه ان اكبر او اكثر العوامل تمثيلا لتاثير العاده في هذه الحاله على النمط الاستهلاكي بالنسبه للفرد هو عباره عن الايه؟ الاستهلاك الايه؟ اعلى استهلاك سابق كان بايه؟ كان بيكون بالفرد في هذه الحاله كتعبير عن ايه؟ عن اثر العادات في هذه الحاله. وبناء على ذلك دي اهم العوامل المؤثره. في عوامل اخرى، في بعض الاحيان ان انا تحويلات العاملين بالخارج بتميل لي بساعات في بعض الاحيان بتاثر لي لا او بتنقل لي نمط معين من انماط الاستهلاك في هذه الحاله من خلال ما يعرف بحاجه اسمها اثر الايه؟ المحاكاه في هذه الحاله. خلاصه هذا الكلام ان انا في هذه الحلقه اذا كان العنوان الرئيسي في النقطه الثالثه اللي احنا تناولناها مع بعضينا النهارده العوامل المحدده للاستهلاك او محددات الاستهلاك، العامل الاول والاهم ما زال هو الدخل، ايا كان مفهوم الدخل، سواء كان دخل مطلق لمينارد كينز او كان سواء دخل نسبي لجوزمبري او سواء كان دخل دائم لميلتون فريدمان او كان سواء دخل دوره الحياه لموديلياني، ايا كان. اذا اول حاجه العامل الاول في هذه الحاله كان الدخل. ثاني حاجه كانت عباره عن توقعات الاسعار. ثالث عامل بالنسبه لي في هذا الوضع اللي هو نمط توزيع الدخل واعاده توزيع الدخل ما بين الفئات المجتمعيه المختلفه في هذه الحاله. رابع عامل كان بالنسبه لي في هذا الوضع اللي هو كان عباره عن عادات الاسراف والحرص وليس البخل زي ما بكرر وبقول مره قبل كده. عندي ما يعرف بسعر الفائده، عدد السكان، اثر الثروه، الضرائب في هذه الحالة، إن أنا الضرائب زي ما احنا قلنا من شوية بتكلم، ما بتكلمش على الضرائب بصفة عامة ولكن بتكلم على الضرائب الشخصية، بتكلم على الضرائب المباشرة على الدخل. وبالتالي في هذه الحالة إذا كنت بتكلم على النظرية الكنزية في دالة الاستهلاك، أن الاستهلاك دالة في الدخل المطلق في هذه الحالة، يبقى إذا تأثير الضرائب الشخصية سوف يكون لها تأثير على مستوى الإنفاق الاستهلاك. لكن روبرت بارو في هذه الحالة قال لك لا، إن أنا بتكلم على أنه نظرية. لو كنت بتكلم على نظرية الدخل الدائم، بتكلم على نظرية دورة الحياة في هذه الحالة، يبقى إذا الوضع مختلف. تأثير الضرائب لن يكون لها تأثير بشكل إيه؟ كبير على الدخل اللي على متوسط الدخل على مدار فترة زمنية طويلة أو على مدار فترة طول عمري في هذه الحالة، وبالتالي لن يكون لها تأثير على نمط استهلاكي في هذه الحالة. أثر العادات في هذه الحالة، طبيعة العادات اللي بيكتسبها الفرد من خلال الاعتياد على نمط استهلاكي معين في هذه الحالة. وجدنا أن الدراسات التطبيقية في هذه الحالة أثبتت أن المعبر الرئيسي عن هذا المتغير هو اعلى استهلاك سابق بالنسبه للفرد في هذه الحاله او بالنسبه للدوله ككل في هذه الحاله، اذا كنت بتكلم على داله الاستهلاك على مستوى الاستهلاك الكلي في هذه الحاله. كده النهارده ان شاء الله كنا نهيت معاكم الموضوع بتاعنا النهارده اللي تناولنا فيه ثلاث نقاط اساسيه. النقطه الاولى كانت داله الاستهلاك وداله الادخار في الاجل الطويل ومقارنتها بالاجل القصير. بعد كده تناولنا بعض اسئله عامه عن الجزء دهوت. بعد كده تناولنا مع بعضينا محددات الاستهلاك بشكل عام ولا تقتصر فقط على الدخل، وانما تناولنا مع بعضينا العوامل المختلفه في هذه الحاله. ان شاء الله المحاضره القادمه سوف نبتدي نتناول مع بعضينا مكون اخر من مكونات داله الطلب الكلي. اللي احنا داله الطلب الكلي اللي احنا بدانا اول محاضرتنا كنا بقول لك داله الطلب الكلي عباره عن اربع مكونات رئيسيه في حاله اقتصاد مفتوح. ما تنسوش الطلب الكلي عباره عن انفاق استهلاكي خاص في هذه الحاله اللي احنا تناولناها على مدار المحاضرات دي. تاني حاجه الانفاق الاستثماري الخاص في هذه الحاله اللي احنا هنبتدي نتناوله مع مدار المحاضره ابتداء من المحاضره القادمه ان شاء الله. بعد كده الثالث نوع من انواع الانفاق في هذا الوضع اللي هو كان عباره عن الانفاق الحكومي بشقيه، العام الاستهلاكي والعام الاستثماري في هذه الحاله. رابع انفاق في هذا الوضع اللي هو مختص بالتعاملات مع العالم الخارجي اللي هو متمثل بما يتم تصديره من صادرات في هذه الحاله، يبقى اذا زائد صاد، وما يتم الحصول عليه من سلعه وخدمات من العالم التعاملات مع العالم الخارجي، يبقى اذا ناقص واو في هذا الوضع. اذا المره الجايه ان شاء الله نتناول مع بعضينا تفصيلا الاستثمار وشكل داله الايه؟ الاستثمار في هذه الحاله. طيب شكرا، نلقاكم على خير ان شاء الله بامر الله، مع تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق بامر الله ان شاء الله.